كان مخصم بين شخصين اللي هم عامر العامري من منطقة سبها والمواطن الهادي كعبار من منطقة غرنة اللي هي سرو. كان الآخر العامري كان موجود في سبها والعمل في غريان والهادي يسموه الهادي بي الهادي كعبار كان من سكان غريان ووالي في منطقة سبها. كان هذه هي الترك واشتروا المزارع هذه أو الأراضي هذه وتم تشجيرها وبعدها جاء الطليان الفاشيست واستغلوا هذه المزرعة بكاملها وكان من نصيب الهادي كعبار أو من نصيب العامري واستمر هذا حتى إلى بعد الاستقلال. بعد الاستقلال تم ترجيع العامري إلى بنت قرشينة وتم ترجيع بالنسبة لي لهذه كعبار لهذه كعبار نفسه وأبنائهم عبد المجيد ورشيد ومجموعة هذية. وطبعا قبل هذا كله قبل التقسيم تم بناء هذا القصر اللي يسموه قصر قرشينة. كان معروف بشخص كان يحرس هذه المنطقة يسموه بولحية. وبعدها طبعا بعد هروب الطليان اللي كان في بداية استمر هذا العمل على ترجيع أملاك الهادي كعبار للهادي كعبار وتمليك وباقي اللي هو كان باسم العامري تم لي بنت قرشينة. واستمر هذا الكلام يعني فترة طويلة حتى إلى 1960 أو 61 ممكن. بعدين جابت بنت قرشينة المشرف يسموه الصادق بالقاسم الككلي برعاية القبطان خليفة اللي هو كان أحد الوكلاء تاع بنت قرشينة والباقي اللي هو أملاك العامري قاعد تحت رعاية صالح محمد سالم عجاج ومن بعده ابنه صالح. والآن هي قسمت هذه المزارع إلى مزارع صغيرة وتم بيعها سواء كان من أملاك الهادي كعبار أو من أملاك محمد العامري.